أختي مفاجأة لإلك. يلا انفخي. بس لا تنسي تتمني. بالأول تعي. العمر كله الله يسعدك. ساعاتي بتكمل لما بتكوني جنبي انتي يا أمي. أختي العمر كله إن شاء الله. قطعي هاي السكينة اللي من الصبح عم قاوم ريحته. وهي من إيما. تعي أمي ليكي، هاي أوضتنا. شو رأيك تنامي هون بتختي؟ أنا ونزلي مننام هونيك سوا. طيب بس نحن من بكرة الصبح لازم ندور على بيت. أنا ماني مرتاحة أبداً لأنه قاعدين هون ببيت زلمة غريب. طيب أنتي لا تتضايقي، كل شي رح يصير مثل ما بدك. يلا أنتي نامي وارتاحي هلأ. إيه وأنتي؟ أنا ونزلي رح نضب بعدين مننام. تصبحي على خير. وأنتي من أهله يا بنتي. تصبحي على خير حبيبتي. يلا نامي وارتاحي. ماشي بنتي. فهمنا أختي، ليش خايفة؟ اهدي شوي بقى. أختي رح يوقف قلبي من الرعبة إذا أمك عرفت أنه أنا حامل. شو رح يصير فيني؟ شو رح يصير لو قلنا لها؟ مستحيل، لازم نعمل كل شي لحتى ما نخليها تعرف. اوعك نزلي، امك ما لازم تضرب الموضوع. اي بس انتي عملتي هالشي كرمالنا، يعني مشان عمليتي ومشان تطلعي امي من الحبس كمان، ما هيك؟ اسمعي لقلك نزلي، انا وياكي ما رح نقول شي لامي. انتي ما بتصدقي قديش خايفة ومرعوبة. بعدين المسكينة لسه هلأ طلعت، يعني خليها ترتاح وتريح راسها شوي. بس أكيد مو هلأ رح نخبرها. بدك توعديني نزلي، وعديني ما تفتحي هالموضوع أبدا حبيبتي. لا تقولي لبنوب، ولازم نحاول نقنعها أنه نضل هون. فهمتيني؟ جاوبيني. طيب أختي وعد. ما سألتك قدام أمي هذا الطوق هدية من عمران بيك؟ هو جبليها. حلو كتير على رقبتك. شكراً.